فضيلة الشيخ، هل يقاس على غرز الخشبة يقاس سيارة الجار أمام باب جدار جاره؟ لا، الباب لا يجوز يقاس السيارة أمامه، يعني لا يسد عليها الطريق، لكن يوقفها في فناء محل ما يحتاجه، محل ما يحتاجه وليس أمام الباب لا بأس، وإن احتاج إلى الفناء هو فهو أحق به، يعني فناءه. نعم.